للحديث أكثر عن تطورات المشهد في فلسطين بعد وقف إطلاق النار من طرف الاحتلال الصهيوني، ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة الصحفي الفلسطيني عبد الله الحمارنة، وعبر الهاتف أيضا من القدس رئيس لجنة الدفاع عن الأراضي وادي الحمص حمادة حمادة. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. نبدأ معك أستاذ عبد الله، قبل يعني أن نبدأ التحليل السياسي، لو تصف لنا الأجواء في غزة بعد قرار نتنياهو وقف إطلاق النار من جانب واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، حييكم أخي الكريم. طبعا عقد إعلان وقف إطلاق النار خرجت مسيرات جماهيرية عفوية تجوب شوارع غزة، تذهب لبيوت الشهداء، كان هناك احتفالات كبيرة، إطلاق ألعاب نارية. ظلت هذه الاحتفالات حتى تقريبا وجه الفجر، لأن الجماهير الفلسطينية هي حاضنة المقاومة، أرادت التعبير بشكل عفوي عن دعمها وحاضنتها الشعبية للفعل المقاومة الفلسطيني. كذلك هذه الصورة امتدت للضفة الغربية، أيضا خرجت هناك مسيرات تحتفل بهذا النصر، وامتد الأمر إلى خروج المقدسيين للمسجد الأقصى والصلاة فيه معبرين عن فرحتهم بهذا الانتصار. نعم أستاذ حمادة، مرحبا بك. يعني صليتم الجمعة في المسجد الأقصى اليوم، وصلى معكم أيضا عشرات الآلاف، كيف كان تعامل شرطة الاحتلال معكم؟ حقيقة كانت جنود الاحتلال يتجنبون الاحتكاك مع المصلين ما قبل صلاة الظهر، وكان واضح عليهم أن هنالك تعليمات بعدم الاحتكاك مع الجمهور الفلسطيني، إلا أنه بعد أن قام الشبان الفلسطينيين بالاحتفال بعد الصلاة بعد صلاة الجمعة ورفع الأعلام الفلسطينية والهتافات المائدة للنصر الذي تم بعون الله، وعند خروجهم من باب الأسباط قام بعض جنود الاحتلال بقمعهم بالقنابل الصوتية وبالغاز المسيل للدموع ومحاولة تفريق الجموع التي تحتفل في المسجد الأقصى، ولكنها انتهت على خير. نرى في الشوارع في القدس وفي المسجد الأقصى أن جنود الاحتلال يتجنبون الاحتكاك بالمصلين وبالعرب، ونرى في عيونهم الخذلان. إلى ما ترجع هذه المعاملة من قبل شرطة الاحتلال مع تدفق المصلين إلى الأقصى، يعني من دون تضييق ولا منع؟ يعني نرجعها إلى الهزيمة التي منوا بها. نعم أستاذ عبد الله، كيف يفسر قبول نتنياهو يعني وقفا لمتبادلا لإطلاق النار من جانبه بعد 11 يوما من العمليات العسكرية؟ حقيقة هذا السؤال مهم جدا، الإجابة عليه فيها عدة محاور. أولا صمود المقاومة والتكتيكات التي اتخذتها، عدم تسرعها، حصانتها ورصانتها، تعرف أهدافها، لديها يعني هدف واضح تريد تحقيقه بشكل منتظم. كذلك الخريطة السياسية الداخلية للاحتلال الإسرائيلي والانقسام الموجود انعكس سلبا، كما أن هناك مورس الضغوط الدولية نظرا لارتكاب دولة الاحتلال جرائم كبيرة جدا بحق المدنيين في قطاع غزة. أخي لو يعني لو ترى حجم الدمار، القتل في الأطفال النساء 66 طفلا قتلوا، 40 سيدة، يعني غالب من استشهد في قطاع غزة هم من المدنيين. هذه العوامل كلها أدت إلى فشل تحقيق نتنياهو والحكومة وحكومة دولة الاحتلال لما يريده. أيضا هناك البيئة العربية والإسلامية التي كانت جيدة جدا داعمة في بعضها، عرت صورة الاحتلال وجرائمه في غزة، لم تستطع دولة الاحتلال أن تحقق أي هدف من الأهداف التي أعلنتها، سواء خلع سلاح المقاومة أو حتى ردع المقاومة. أثبتت المقاومة أنه لا يوجد لديها خطوط حمراء فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني. هذه العوامل كلها أدت بشكل أن يعلن نتنياهو فشل العملية ووقف لإطلاق النار من جانبه.
نعم، ابقى معي لو سمحت أستاذ عبد الله. أستاذ حمادة، بعد تأجيل المحكمة جلستها للفصل في قضية تهجير أهالي الشيخ جراح، هل تتوقع وقفا للحكم لمحكمة الدرجة الأولى نزولا على شروط المقاومة للتهدئة؟ هذا يعتمد على الموقف العربي والدولي الضاغط على الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن يكون إلى عدالته، هم يهدفون بكل ما يعملون مع الشعب الفلسطيني إلى تأجيره من القدس. حتى لو تم تأجير الحكم هنالك تخوف كبير جدا من أن يصيغوا أحكام تخدم مصالحهم لإخراج العائلات المقدسية من الشيخ جراح، إلا أن إمكانية التراجع واردة بصمود المقدسيين ووقوف المجتمع الفلسطيني معهم وباستمرار الهبات الشعبية والانتفاضة التي تضغط على الاحتلال الإسرائيلي بالتراجع عن قراراته التعسفية في حق المقدسيين. نعم أستاذ عبد الله، بالعودة إليك، بما تفسر تصريح بايدن الرئيس الأمريكي أن الاحتلال حقق ما يريد من العملية العسكرية؟ أولا يعني أخي الكريم، هذه محاولة فاشلة للتغطية على حكومة أو على فشل حكومة الاحتلال خلال هذه الحملة. الصحفيين الإسرائيليين أنفسهم يعني قبل قليل كتب أحدهم في صحيفة معاريف أن يكلف الضيف بشكل ساخر يعني بتشكيل حكومة الاحتلال نظرا لقوة تأثير المقاومة. بايدن يريد تغطية ظهر دولة الاحتلال، مع العلم أن كل الصحافة الإسرائيلية أجمعت أن دولة الاحتلال هزمت في هذه الجولة، سواء على الصعيد الميداني العملياتي أو على الصعيد الإعلامي. تعري دولة الاحتلال بهذا الشكل وحجم هذا التضامن من المؤثرين السياسيين، الدول العربية الإسلامية حتى الدول الأوروبية، يفضح أن هذه السياسة باتت واضحة للتغطية على فشل الاحتلال. نعم ايضا سيد استاذ عبد الله، رئيس الحكومة الاحتلال في تصريحه الصحفي منذ ساعة قال ان حماس ستكون مخطئة ان ظنت انها تستطيع قصف مدن داخل الخط الاخضر بالصواريخ، وفي نفس الوقت يقول ان عسقلان وحدها يعني قصفت بألف صاروخ. كيف تقرأ هذه التصريحات المتناقضة في نفس المؤتمر؟ يعني انا ابدا من اخر جملة انت تكلمت بها، هي تصريحات متناقضة. لو لاحظت انه يحاول أن يستبقي ما ظل من إرثه السياسي. طبعا المقاومة نجحت في استهداف مدن العمق بشكل كبير، مدن الوسط، والتأثير بشكل كامل على الحياة داخل دولة الاحتلال. هو يريد بهذا التصريح أن ينزع صورة النصر من المقاومة ممن صمد في غزة، لكن هذا بعيد عنه كل البعد. نعم أستاذ حمادة، الآن وبعد يعني الانتهاكات التي تمت في الأقصى بعد الصلاة، هل تتوقعون انتهاء التهدئة؟ هل تتوقعون عودة العمليات العسكرية؟ كيف تنظرون إلى الأمر مستقبلا، لا سيما وأن نتنياهو تحدث يعني كثيرا في مؤتمره الصحفي عن فلسطيني الداخل، كيف تنظر إلى الأمر؟ يعني نحن نعيش تحت احتلال عنصري صهيوني، وهذه الحكومة الإسرائيلية التي تدعي الديمقراطية هي حكومة قطعان من المستوطنين والعصابات. نحن نتوقع في كل لحظة وفي كل يوم كمقدسيين وكعرب فلسطينيين في الداخل الفلسطيني، نتوقع اعتداءات من قبل قطعان المستوطنين. وإذا ما قامت الحكومة الإسرائيلية بلجم هؤلاء المستوطنين تصحيح المسار الذي يجب أن تحرص عليه، فإن هذا قد يؤدي إلى حرب أهلية في هذه المنطقة. الجو مستقيم جدا، هناك تخوفات كثيرة من الاعتداءات من قبل المستوطنين، والمشكلة الكبرى أن هؤلاء المستوطنون مدعومون بقوة الحكومة الإسرائيلية وجيشها وشرطتها. لذلك على الشعب الفلسطيني أن يبقى متوحدا خلف قيادة وطنية أعلنت عن نفسها في هذا الحرب، ولسنا بحاجة إلى قيادة جديدة، لأن القيادة الفاعلة هي التي تعمل على الأرض كما رأينا في الحرب الماضية. نعم شكرا لضيوفي في هذه النشرة، عبر الهاتف من غزة الصحفي الفلسطيني عبد الله الحمارنة، وعبر الهاتف أيضا من القدس رئيس لجنة الدفاع عن أراضي وادي الحمص السيد حمادة حمادة. شكرا جزيلا لضيوفي الكرام.